هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن. يعني شو بقولوا خسائر الكبار احنا نصدقهم. اركض ورا يلا. والله شكله فيه كلب غاد. على قول المثل ديل الكلب عمره ما بيتعدل. بدنا نشوف اراء الناس بهذا المثل. يلا امشي امشي. شو مشير شايفك انا؟ اه والله هاي مبسوط هي فعلا غلطه. شايف شو 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 ما شاء الله ما شاء الله. ترى في مثل بقول ديل الكلب عمره ما بينعدل. ليش؟ مالك متوتر؟ ولا متوتر ولا شيء، قاعد مرتاح هيك من استكانية الزنبورة. كلش تمام. فرصة بتفهم بالأمثال؟ صحيح بتفهم يعني. أنا بس هذا عشان نشوفك تبين كاميرا هيك. أيوة معتم يا زلمة. أها نورت. ديل الكلب طول عمره أعوج. صحيح. وعمره ما بيتعدل. مزبوط. ولا لو حطوه بمية قالب ولو كوي كوي لو طخوا على الكلب كمان بضل أعوج. ديل العو عمره ما بينعدل. ولا عمره بينعدل. ليش؟ ليش؟ عشان الكلب مو الكلب مو هو كلب. طب احط شكفة لحم احط له مرتد له بيبي بنعد. ليش بنعد؟ ليش لا ولا في اكل هذا البسلي هذا تبع شو اسمه؟ فاهم كيف يعني؟ يعني هذا مثلا انت امتى بتستخدمه؟ حسب حسب الجو. حسب الجو. شو الأخبار؟ مقابلة سريعة جدا 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 جدا. ديل الكلب عمره ما بينعدل. شو يعني؟ ديل الكلب عمره خلص وقتك انت اللي بعده بينعدل. على المثل ديل الكلب عمره ما بيتعدل يعني انبنى على شيء عوج، ما انبناش على شيء صحيح. يعني انه ما بتصلح يعني. ما بتصلح على شيء. طب ليش بنشبه الناس في الكلب؟ اذا مش بنشبهه بالكلب يعني يعني خلص الاعوج اعوج بضل اعوج. ايوه هذا القصد عليه. هذا طبعا انت ما بتآمن انه الواحد يصلح حاله. احنا لهلا ما وصلنا لحل وما اكتشفنا وين المشكله، فبدنا نشوف على زاويه اخرى. يعطيكم العافيه شباب. على راسي بس بتعدل في حاله واحده. شو؟ لما يموت. لما يموت بصير كذا بنعدل الكلب. بنعدل ديل الكلب. والله اول واحد هذا بيحكي. طيب ليش كيف بنعدل؟ كيف اذا الحديد بنعدل ديل الكلب بدوش ينعدل؟ والله ديل الكلب هو الوحيد الواحد قدر يعدل. ولا قوه في العزم في العالم قدرت تعدله. غلط والله. لا انا ضد المثل هذا. حلو اتفقنا معه. هاي لقينا حدا نتفق معه. طيب لانه الواحد بتغير يعني بيجي له مواقف انه بتاثر فيه فبتغير يعني. ممكن يعني يحب حدا يمكن واحد يصلح ذاته. يصلح ذاته يعني. مزبوط. طيب انا رجع لك هلا انت شو رايك؟ هسا ممكن البني ادم يكون فيه خلص وقتك. ممكن البني ادم يكون فيه عاده يخلص منها، ولكن اذا وصل لمرحله انه بقدرش يخلص منها يعني لسن معين خلص مش راح يرجع عنها. يعني ممكن انه ديل الكلب ما ينعدلش. والله بحاول اصلح من حاله. اوكي زي ما قال الرسول انه لم تستطع في قلبك لم تستطع في لسانك ولم تستطع في بيدك وذلك هو اضعف الايمان. دائما بقول يا رب اهديني يا رب اصلح حالي. دائما حتى الحج انت حجتك حجته حجت اي حد تقول لك الله يهدي البال الله يصلح حالك الله يهديك امي. صح صح صح. شو رايك في المثل اللي حكينا له؟ من الاخر الشبل من سعير من الاخر حكي 100% حكي هو. مش المثل حكي الزلمه هذا. ايوه شو حكي هذا الزلمه انت بتحكي زي ايوه ما لكش في شيء انت. يعني انت بتامن انه الواحد في مجال انه العاطل ينصلح حاله؟ في امل. لو فيش امل انه ينصلح ما انخلقش الامل في الدنيا. يعني بضل عندك امل انه ينصلح. طب هلا يعني هذا انت ما بتامن انه ممكن انسان يتصلح حاله؟ لا ممكن. ليش لا؟ طب ها يعني المثل شو اخباره؟ المثل زباله يعني مش لازم ينحكى. يا سلام انت بتعرف انت مش بدك راي على السريع على بيت. انت على طول. طب هلا كنت منيح معهم وفي هو اقنعني. اقنعتك انا. شو يا سلام صح.
خلصنا حلقتنا لليوم، وكان المثل ديل الكلب عمره ما بتعدل. يا اخوان لازم احنا نصلح من حالنا ونصلح من المجتمع. المهم حكم نفسك، نشوفكم حلقه جديده، ويلا باي. قولوا باي معي، باي. يلا. Yeah.